حفلنا الكريم المصريون أساتذة الطرب وفرسان فن الإنشاد وأصحابه أبدعوا في مدائح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخرج منهم العمالقة في هذا الفن كالنقشبندي والفشني وطوبار وغيرهم الكثير، وانتشرت مدائحهم العطرة في الشرق والغرب، ولها طابع خاص يعبر عن البيئة المصرية ولهجتها المحببة للمجتمع. حتى المدائح الشعبية المحلية لها طعم حلو كالسكر يذوب في القلوب وتحلو أكثر وأكثر بكثرة صلاتكم على المحبوب صلى الله عليه وسلم. سماعا طيبا نرجوه لكم، تفضلوا. محمدي صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمدي بقلب كل موحد ذاق المقام الأحمدي. تعشق بالقلوب ولكل محبوب عيوب، الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيوب، إلاك يا بدرا تجوب بسماء أرواح تذوب. منذ الصبا أفديه أما وآبا إن رقاه حتى أبا.